بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، معكم الأخ أبو عائشة أبو بكر ابن ماتور، وأخونا في جنبي أنا أبو عائشة أبو بكر جمعة ابن صديق. فأما أنا الآن سأقول لكم الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة لمنو؟ الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. بدأ الشيخ بإعلام رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب أو باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو الله واستغفر لذنبه. نعم، فأنا لا أريد أن أطول الكلام، سأستمر المكان الذي وقف أخي هذا أبو عائشة أبو بكر ابن ماتولة. معكم أبو عائشة أبو بكر ابن الجمع كما قال أخي. فبدأ يعني أعني الإمام البخاري بقول الله تعالى: فاعلموا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه شيئا أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. نعم، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قول الله تعالى:
والدليل قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب قريب هكذا، ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى نعم، الدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده. نعم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا كما قال الله تبارك وتعالى. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، وأخيرا ترقب الجديد مع الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.